السلام عليكم اصدقائي انا سزار برحب فيكم في قناة سزار ريفيوز اهلا وسهلا بالجميع وحلقه جديده من اخبار تقنيه وقبل البدايه في الحلقه نذكر بعض دائما ندعي اهلنا في فلسطين في السودان في كل مكان ونحاول نساعد بقدر المستطاع الله يجزيكم الف خير في الصين تم الاعلان عن ون بلس ايس 3 وبعدين تم الاعلان عن ون بلس ايس 3 برو مؤخرا تعال احكي لكم بعض مواصفاته السريعه المعالج سناب دراجون 8 الجيل الثالث معناته يو اف اس 4.0 التخزين او السعة التخزينيه التصميم بيشبه ال1 بلس 12 اتوقع في فرق لا بعتقد انه بالنسبه للنظر من النظره الاولى ما في فرق يمكن احساس بالمسكه في فرق الشاشه 6.78 انش اولد ال تي بي او بتردد 120 هرتز الكاميرات نفس الكاميرات اللي موجوده على الون بلس 12 ار والاساسيه 50 ميجا بكسل من غير ما يحددوا الحساس وفي او اي اس، يعني هذا بيعطيني انطباع انه الكاميرا مش كاميرا فلاج شيب، لكن اكثر اشي مميز في هذا الهاتف يمكن لاول مره البطاريه، البطاريه 6100 ملي امبير يا اصدقائي كبيره جدا بدل 5500 ملي امبير وعنده معيار الاي بي 65 وعنده الشحن سريع 100 واط بدي تتخيلوا معي الان السعر السعر في الصين لاقل نسخه يعني اقل نسخه اللي هي اقل سعه تخزينيه واقل رام حيكون 440 دولار واعلى نسخه 605 دولار بصراحه كثير السعر مغري لينوفو وهي متخصصه لابتوبات اكيد متخصصه جيمنج اكيد برضه بتعمل تابلتس والتابلت 70 لينوفو في خيارات كثير في شيء رخيص عادي جدا في متوسط وفي فئه عليا بصراحه عندهم تنوع بالتابلتس اتمنى تتوفر في بلادنا العربيه لانه انا جربت اكثر من تابلت من لينوفو والتجربه كانت حلوه عندنا لينوفو تاب بولاسو بولاسو هذا الاسم الجديد الشاشه 11.5 انش ال سي دي لما تسمع ال سي دي بيكون يعني اعلى نسخه من تابلتات لينوفو والتردد 90 هرتز والسطوع 400 نيتس وعنده ثمان سماعات بالتعاون مع شركة جي بي أل وحيكون من ضمن الديزاين زي حامل للتابلت تقدر تستخدمه لوحده التابلت من غير ما تحتاج مثلا كفر المعالج هيليو الجي 99 معالج قديم معالج متوسط والبطارية 8600 ميلي أمبير كويس البطارية والشحن السريع 45 واط الوزن الإجمالي للتابلت 650 غرام السعر توقعت صراحة سعر أقل من هيك للأمانة سعر في الصين 290 دولار، اعتقد انه مش افضل خيار، يعني مش حاسس المواصفات انها حتجذبني مع هيك سعر، انا عارف انه في تابلت اسعارها فلكيه مظبوط، بس يعني هذا التابلت 290 دولار بحس انه ممكن من شاومي تاخذ اشي افضل من هيك، رسميا ريلمي تطلق اعلى فئه عندها الهاتف اللي هو اسمه ريلمي الجي تي 6 واكيد انتم شفتوه وعرفتوه وحضرتوا ريفيوز بس نحكي عن بعض مواصفاته وعن سعره هذا اعلى رتبه من ريلمي هو فلاج لانه المعالج فلاج بس انا لساتني بعتقد انه هذا لا يستحق انه يكون بفئه فلاج بسبب انه ما عنده الكاميرا اللي بدك اياها وما عنده والله ديزاين شيء خرافي شيء جديد شيء غريب متميز ديزاينه بكلهم بيشبهوا بعض بريلمي بالذات هاي الفئه ومن ناحيه التصميم لا جديد تشوف الريلمي جي تي 6 ولا النيو ولا النيو 6 تي ولا كل الاسماء اللي بدك اياها بيشبهوا بعض الشاشه ممتازه 6.78% انش أملود بتردد 120 هرتز عنده سطوع غير شكل عنده سطوع 6000 نتس يمكن هذا التميز اللي بدوروا عليه وعندنا حمايه من كورنينج غوريلا جلاس فيكتوس 2 والمعالج سناب دراجون 8 اس الجيل الثالث توقعت بدون اس لكن طلع اس بس عادي معالج كويس وقوي، طبعا كل التركيز في هذا الجهاز كان على الاي اي، انا يبدو انه عندي مشكله مع الاي اي بالسامسونج الاي اي موجود وانتم عارفين جالكسي اي اي موجود، كم مره استخدمته؟ قليل جدا، قليل جدا استخدامي او بدور على الاي اي للامانه، البطاريه 5500 ملي امبير والشحن سريع 120 واط، بس ما في شحن لاسلكي عشان تميز الاجهزه وتخليها فلاج اعتقد انك تضيف الشحن اللاسلكي الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل الحساس من سوني اللي هو واحد على 1 على 1.4 انش اسمه ال واي تي 808 اعتقد انه حساس كويس يعني هاي المره بعترف انه ريلمي بتحط حساس قوي على جهاز يعني يعتبر فلاج شيب وعليه او اي اس وفي كاميرا تيلي فوتو 50 ميجا بكسل وفي كاميرا عريضه 8 ميجا بكسل والتحديثات اللي راح تاخذها على هذا الجهاز اربع سنوات سعره في اوروبا 600 يورو سعر يعني نوعا ما يعني بتحس انه والله مقتول عليه، ممكن يعني يوصل لبلادنا بسعر زي هيك او اقل، إذا بدهم يبيعوا في بلادنا هذا الجهاز، شو رأيك بالمواصفات؟ هاتف متميز من ون بلس للفئة السعرية المتوسطة، هذا الهاتف أتمنى يوصل بلادنا لأنه عنده مواصفات حلوة. ون بلس نورد سي إي 4 لايت كبير الاسم صح؟ معلش، كله في دا فلسطين، معلش. هذا الهاتف سيكون سعره في الهند. 250 دولار يعني لو زادونا 50 دولار وصلنا بسعر 300 دولار اعتقد المواصفات بهيك سعر ممكن تزبط معك اسمع المواصفات مبدئيا حاسس انه التصميم مختلف عن تصميم هواتف نورد وهذا اشي كويس لانه في اناقة بشكل الجهاز النورد ما كان عاجبني كتصميم هذا فيه اناقة الشاشة اولد 6.67 انش بتردد 120 هرتز السطوع كويس يعني اعلى سطوع 2400 واقل سطوع 2200 ال 2400 عشان تكونوا بالصوره مش دائما يا اخوان بدي اذكر هاي النقطه لانه احنا مرات زي مثلا ريلمي عنده اعلى سطوع 6000 هاي ال 6000 مش في كل شيء بتحضره انواع محتوى اتش دي ار معين بيقدر يوصل ال 6000 وهون بيقدر يوصل 2400 بانواع محتوى معين فان شاء الله تكون هاي واضحه البطاريه نوعين اذا كان للهند 5500 ملي امبير اذا كان لاوروبا 5110 ملي امبير اما الشحن 80 واط هاتف متوسط و80 واط بيرفكت والجهاز عنده معيار الاي بي 54 وعنده فتحه للمايكرو اس دي كارد وعنده مدخل 3.5 آه. وعنده سماعات ستيريو طب المعالج سناب دراجون 695 ليس احدث معالج ولكن بفئه متوسطه بسعر زي هيك كويس مقبول والرام 8 جيجا والسعات اما 128 او 256 وعنده كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل الحساس من سوني ال واي تي 600 عليه اوبتيكال ايمج ستابلايزيشن فحط لي هاي المواصفات مع هيك سعر اعتقد عنا تجربه حتكون حلوه تخيل سامسونج ملكه تصنيع الشاشات ستقدم افضل شاشاتها لمين لاهم منافسيها تخيل نعم سامسونج احنا بنعرف انه سامسونج بتبيع شاشات للشركات اللي بتنافسها ولكن مصانع سامسونج للشاشات مختلفة عن مصانع سامسونج للهواتف، هم شركتين مختلفتين وعادي انها تبيع لكل المنافسين بالعكس بتحب تبيع واكبر كلاينت عندهم ابل، نعم راح تبيع سامسونج شاشات اسمها الام 14 احدث شاشات من سامسونج، حتى احدث من الشاشة الموجودة على الجالكسي اس 24 الترا حتبيعها لمين؟ لابل، حيكون على الايفون 16 برو والايفون 16 برو ماكس، هاي الشاشه افضل من الشاشه الموجوده على الجالكسي اس 24 الترا من ناحيه السطوع افضل ومن ناحيه العمر تستمر اطول، فيعني سامسونج كريمه حتى مع المنافسين، ومش بس ايفون حياخذ هاي الشاشه، وانما شركه جوجل كل سلسله البكسل 9 راح تاخذ هاي الشاشه m 14. فهذا بصراحة محمس نوعا ما. بتدور على تابلت قوي وما بدك سامسونج، ما بدك هواوي، ما بدك شاومي، ما بدك ابل، في فيفو. نعم فيفو عندها تابلت قوي، بس عاد انت ونصيبك اذا بتوفر في بلادنا او لا، لكن بدي اذكره لانه بعض الناس ممكن يجيبوه، بعض المحلات ممكن يجيبها على البلد اللي انت فيه. هذا التابلت اسمه الفيفو باد 3. على فكره قبل ثلاث اشهر اعلنت عن الفيفو باد 3 برو. فهاي النسخه الجديده هي الفانيلا فيرجن راح تحمل معالج سناب دراجون 8 اس الجيل الثالث فمبدئيا تابلت من ليفل عالي الساعات التخزينيه 512 مع رام 12 جيجا بايت رام اما الشاشه حتكون ال سي دي 12.1 انش بتردد 144 هرتز ودقتها 2800 بكسل في 1968 السطوع 600 نتس البطاريه 10000 ملي امبير مع الشحن سريع 44 واط وعندها ست سماعات وراح يدعم هذا التابلت بالنسبه للجيمنج الري تريسنج فحتكون عندك تجربه جيم واقعيه نوعا ما وعاملين طبقه لحمايه من الحراره او تخفيف الحراره وتوزيعها عن المعالج عشان يظل اداؤه عالي سماكة التابلت 6.5 ملم وزن التابلت 589 غرام كم سعر هذا التابلت في الصين؟ لأنه هناك حينطلق 345 دولار انا حكيت مرة عن تابلت من لينوفو تقريبا 300 دولار مقارنة هذا التابلت تبع لينوفو مع هذا التابلت من فيفو فرق من الارض الى السماء فاذا قدرت توصل لهذول التابلت اثنين اكيد خذ الفيفو الى عشاق الالعاب اللي بدور على لابتوب قوي جدا جدا قوي، مستعد يحط كل ثروته وكل الميزانيه اللي عنده على هذا اللابتوب، وما بهمه الحجم ما بهمه اي شيء، بهمه بس اداء خرافي عالي. إم اس اي بتقدم لابتوب خرافي، نسخه ثانيه منه طبعا، قدمته هذا اللابتوب قبل عده اشهر بمعالج انتل، هذا اللابتوب اسمه إم اس اي تايتن 18 برو، يملك معالج من اي ام دي الرايزن 9 اسمه 7945 اتش اكس 3 دي. ونسخة انت اللي بتحمل الكور اي 9 14900 اتش اكس بعض الناس ممكن تحب نسخة انتل لانه اقوى فعليا ولكن هاي نسخة تبعت رايزن المفروض انه ارخص هذا المعالج يحمل 16 نواة راح يعطيك اداء مذهل انا بستخدم رايزن عندي رايزن 7 على البي سي تبعي واداؤه فعلا من زمان صار له اربع سنوات اداؤه رائع جدا في هذا اللابتوب راح تاخذ كرت شاشة الار تي اكس 40 ذاكرة الكرت 16 جيجا بايت رام طب ذاكرة الجهاز حيبلش من 32 جيجا بايت دي دي ار 5 ل 96 جيجا بايت ساعات التخزين راح توصل ل 4 تيرا بايت الشاشة ولا اروع ميني ال اي دي 18 انش دقة كي بتردد 120 هرتز وسطوع على لابتوب يصل وعلى شاشة 18 انش يصل الى 1000 نتس 1000 شمع خرافي هذا السعر يبدا في الصين ب ألاف دولار حتقول كثير طبعا لا مش كثير على هيك مواصفات مش كثير شو رايكم يعطيكم الف عافيه بشوفكم في فيديو قادم الى اللقاء